زي ما كنا بنبتدي الحلقة النهاردة بالدعاء لكل ولادنا اللي موجودين في لجان الثانوية العامة، خلينا نطمن عليهم ونتابع آخر تطورات انطلاق امتحانات الثانوية العامة من قدام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي مع زميلتنا جرمين إبراهيم. يا جرمين صباح الخير عليك. صباح الخير يا منى، وصباح الخير على مصطفى، وصباح الخير على مشاهدي، صباح الخير يا مصر في كل مكان. زي ما قلت احنا بنتابع من قدام مدرسة جمال عبد الناصر في منطقة الدقي انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة. النهاردة بتنطلق البداية مع امتحانات مواد الدين والتربية الوطنية، وطبعا هي مواد مش بتضاف للمجموعة، مدة كل امتحان ساعة ونص تقريبا. على مستوى الجمهورية بيأدي الامتحانات أكتر من 745 ألف طالب وطالبة. الامتحانات زي ما قلنا بدأت بالمواد الغير مضافة للمجموعة وهتستمر لحد يوم 20 يوليو. في النص طبعا في أجازة عيد الأضحى، كل عام وكل المصريين بخير، واللي هتكون من 13 لحد 21 يونيو من الشهر الحالي. الحقيقة أنه مع انطلاق الامتحانات أكدت وزارة التربية والتعليم في يعني رسالة لطمأنة كل الطلاب كمان أولياء الأمور، الامتحانات هتكون سهلة وغير معقدة، وأكثر من 70% منها هيخاطب الطالب البسيط والمتوسط. كمان هيتم سحب الأسئلة من بنك الأسئلة، وده يمكن كان رسالة علشان نقدر إن هو يطمئن أولياء الأمور والطلاب قبل بداية الامتحانات. كمان التصحيح هيكون إلكتروني خصوصا للأسئلة الاختيار من متعدد، أما الأسئلة المقالية فالتصحيح هيكون عن طريق 2 معلمين، وفي حال الاختلاف في وضع الدرجات هيكون في معلم ثالث هو اللي هيفصل الدرجة. الحقيقة انه يعني الاستعدادات كانت موجودة من الصبح، يمكن احنا موجودين تقريبا من ساعة هنا قدام في محيط مدرسة جمال عبد الناصر في منطقة الدقي، وكانت في استعدادات موجودة من مختلف الأجهزة لاستقبال الطلاب وتسهيل دخولهم للجان الامتحانات. بيسمح للطالب ان هو يدخل اللجنة الرئيسية من الساعة 8:30، لكن اللجنة الفرعية اللي هيمتحن فيها بيقدر ان هو يخشها من الساعة 8:50 علشان يكون عنده وقت ان هو يملى بياناته قبل ما يستلم ورقة الأسئلة. كمان الحقيقة انه كان في عدد من التنبيهات للطلاب علشان يقدروا ان هم يمتحنوا في هدوء وفي سلاسة من غير اي مشاكل. طبعا التأكيد انه ممنوع اصطحاب اي هواتف محمولة داخل اللجان، كمان يبقى في اي اعمال شغب، ان الطالب يسيب الجزء الخاص ببياناته فارغ من غير ما هو يكتب بياناته على ورقة الأسئلة، او انه كمان في الإجابات يكتب اي علامة تقدر ان هي تكشف شخصيته. كمان في الأسئلة اللي فيها اختيار من متعدد أكدت وزارة التربية والتعليم انه الطالب لازم يختار اختيار واحد فقط، وانه لو اختار اكتر من اختيار هيتحرم من الدرجة الخاصة بالمادة دي. الطالب يعني لازم يبقى أكيد حاضر في الوقت المحدد، قلنا يقدر يخش من 8:30، لكن مسموح إنه لو اتأخر لحد 15 دقيقة فقط ممكن يدخل لجنة الامتحانات. لو الوقت زاد عن ده لازم يبقى في عذر مقبول يقبله رئيس اللجنة علشان يسمح للطالب إن هو يؤدي الامتحان الخاص بيه. كمان يعني بنشير إنه بقى من إحنا في محافظة الجيزة دلوقتي، إن المحافظة كمان كان ليها استعدادات خاصة، خصوصا ان في اكتر من 87 الف طالب وطالبة بيؤدوا الامتحانات في 192 لجنة. فالمحافظة استعدت عن طريق التنسيق بين رؤساء الاحياء ومديري الادارات التعليمية ليعني التأكد من جاهزية كل المدارس ولجان الامتحانات لاستقبال الطلاب. كمان العمل على إزالة أي إشغالات في الطريق المؤدي للمدارس وتسهيل وصول الطلاب، وكمان ما يبقاش فيه أي أعمال أو مصادر ضوضاء ممكن تؤثر على الطالب أثناء أدائه الامتحان. كمان في الحقيقة غرفة عمليات مشكلة سواء من وزارة التربية والتعليم أو حتى من المحافظة
لمتابعة سير الامتحانات، ويعني التأكد أنه ما فيش أي معوقات أو مشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت. كمان تأكيدا بقى في الجهود اللي بتتم حتى لا يتم تسريب أي امتحانات، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه كل أوراق الأسئلة فيها علامات فنية بتكشف عن هوية الطالب في حال القيام بمحاولة لتسريب أي امتحان، وده طبعا لتأكيد العدالة بين كل الطلاب ومنع أي محاولات للغش. النهاردة بتنطلق الامتحانات، وبتمنى التوفيق لكل الطلاب في امتحانات الثانوية العامة. بعود لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا ليكي جرمين ابراهيم. ان شاء الله النهارده اليوم هيبقى في منتهى السهوله، واللجان هتبقى في منتهى الانضباط، والولاد كلهم يوصلوا في الميعاد المناسب ويؤدوا الامتحان بسهوله ويسر، ونطمن عليهم ان شاء الله قريبا. كل التمنيات لطلابنا وطالباتنا في الثانويه العامه والاسرنا المصريه بالاطمئنان والهدوء والعمل على ان الموضوع يمشي بسلاسه وسرعه ومن غير اي توتر اعصاب. الثانويه العامه هي بعبع الاسر المصريه والبيوت المصريه، وان شاء الله يمر بسلام.